دي زغليل عمره 21 يوم بدأت تعتمد على نفسها. الأهالي حصية من أكتر من أسبوع. زي ما حضراتكم شايفين الزغلول هو اللي بيعتمد على نفسه. دي حاجة حبيت أقولها معلومة كده على الماشي، لكن مش ده موضوعنا. موضوعنا هنتابع الزغليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشتونا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. نبدأ على طول نتابع زغليل الحمام. هنشوف الزغليل اللي كنا مبدلينها احوالها ايه، اتصلحت ولا ما اتصلحتش، الزغلول الكبير والزغلول الصغير. هو ده موضوع الاساسي بتاع فيديو النهاردة، وهي دي الفكرة بتاعت فيديو النهاردة مع المتابعة بتاعت الزغليل. بسم الله ما شاء الله، واكلين كويس تمام. اخدين اللبة، دول اللي فاقسين لسه امبارح ما شاء الله، واخد لبة كويس. جيب التاني كده يا جماعة، ده معها تلاتة ما شاء الله. ده انا ما كنتش اخد بالي ان هما تلاتة ما شاء الله، فاجئت فعلا دلوقتي، انا مش فاكر ان هما كانوا تلاتة. يبدو ان انا حطيت بيضة ونسيت التالتة. طيب التالت ده صغير فعلا، فعلا ده صغير. طيب يا رب نلاقي حاجة نقدر نبدله معاه. طيب هنحطهم دلوقتي ونشوف الباقي، بس خلينا فاكرين ان هنا تلاتة فيهم واحد ضعيف في المكان ده، لحد ما نشوف هنعمل معاه ايه. المكان ده اللي انا كنت شايل منه كنت ضايف، كان فيه زغلول واحد، الزغلول اللحم ده، وانا حطيت معاه الزغلول الزاجل ده، لكن الزغلول الزاجل ده اصبح دلوقتي مش واكل كويس. الزغلول اللحم هو اللي اخد برضه لسه مش واكل. يبقى هنا عندنا فيه مشكلة، القص ده مش مأكل لك كبير ولا الزغلول الصغير، فعندنا مشكلة. يبقى هنا ايه، ده تربية سايب، يبقى فيه هنا ذكر حمام بيجي يعاكس القص ده. لازم نتابع ونشوف ايه ليه مش عارف يأكل ولاده. في مشكلة، يا اما الحمام ده تعبان، القص ابوهم وامهم تعبانين، بس هما ما شاء الله شايفهم كويسين، يبقى فيه ذكر بيجي يعاكسهم. هنشوف برضو الموضوع ده. ما كانش هنحاول ننقل الزغلول الصغير ده او نحاول ناكله، ده هو الزغلول عايز ياكل. هو ما شاء الله شايفين هو الاله هتاكله كمان قدامنا اهو. بسم الله ما شاء الله، يبقى فيه ذكر بيجي يعكسهم، وهو الحمام استغل وجودي ان الذكر مش بيجي وحاول ياكل زغليله. الزغلول ده اللي كان معاه الزغلول اللي هو الصغير اللي مع الزغلول اللحم اللي ادرته لك دلوقتي ده كان معاه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هقول لك هعمل ايه. هشيل الزغلول اللحم ده لانه هو اكبر، الزغلول الصغير ده ما عادش اخد حقه. هعمل ايه؟ لانه مش اخد حقه، هنسيبه النهارده كده وناخد ده نرجعه مع التاني ده. تقريبا يبقى حجمهم تقارب، يبقوا الزغلولين دول مع بعض. ده احنا قلنا البيضه دي بيضه فاست، والبيضه دي احتمال مش هتفقس. لا والله ده نقرة، البيضه مكسوره اهو، خلاص على وشك انها خلاص هتفقس. شايفين اهو مكسوره البيضه اهي. انا باجي عند الميه كده، بفتح الميه وبل البيضه كده، وقت ما الاقيها هتفقس ما بقشرش البيضه ولا حاجه، اساعدها. هي دي اللي انا بعمله والمساعده ليها، بترطب البيضه بتبلها ميه، ما تخافش، ده هيسهل جدا على الزغلول ان هو يفقس. لو طلعت مرتين في اليوم اعملها المرتين لحد ما الزغلول يفقس، وبسرعه ناخدها نوديها تحت الاهالي. هرجعها هنا طبعا لحد ما تفقس، لكن هي اول ما تفقس هشيلها، مش هتنفع مع الزغلول ده، لان الزغلول ده كبر. شوف ازاي الزغلول ده، بسم الله ما شاء الله بقى اصبح كبير، ده عمره 3 ايام دلوقتي او يمكن 4 ايام، فما في فرق، مش هينفع مع الزغلول التاني. طيب نرجع للقص ده اللي تحته التلات زغليل اللي قلت لك فيهم زغلول صغير لسه فائس النهارده، انا والله ما كنت شايفه، انا ما خدتش بالي من ده، كنتش فاكر ان هم تلات بيضات، كنت فاكر ان هم بطين اتنين. هنشوفهم كده مع بعض هنا اهو، زي ما حضرتك شايف الزغلول ده صغير جدا، والاتنين دول كبار شوية، يعني ده هيموت، هيموت لو سبته تحتها. اسيب لها الزغلول الصغير ده ليه؟ هو ده اسيب لهم الزغلول الصغير ده بس لان القص ده اخر بيض فقس عندي، فهو اللي هيعطي اللبة احسن حاجة، فانا عايز ده ياخد اللبة لوحده النهاردة بس اهو. حطيت خلاص كده، حطيت الزغلول الصغير واسيبه لما البكرة ياخد اللبة لوحده ويكبر وياخد راحته. اما الاتنين دول فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخدهم لقص تاني. هنا مش هينفعهم، لا ده كبير، شوف الفرق، مش هينفعوا هنا. طيب هنشوفهم في حتة تانية. انا جبت الزغلولين هم في ايدي اللي هم على الارض دول،
وهنشوف اللي احنا شفناه امبارح ده كان تحته بيضة اللي قلت لك احتمال مش هتفقس، فعلا البيضة فسدت، هناخدها نرميها خلاص دي. هنشوف بقى الزغلولين اللي تحتها بيضرب يا جماعة بيضرب، حطهم هنحطهم جنب الزغاليل دي. طيب بقى ايه الوقت، الزغلولين اللي طلعناهم من تحتها فيهم واحد كبير وواحد صغير برضو، خد بالك من اللي احنا بنعمله علشان مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده في اي قناة تانية. هناخد الزغلول المتقارب، يبقى هنبعد ده، هنبعد الرابع ده، هناخد الزغلول الرابع ده ونرجع لها الثلاث زغليل، هيبقى تحتها ثلاثة اللي هم قد بعض، مفيش مشكلة، المهم يكونوا قد بعضهم اهو. طبعا تاخد بالك وانت داخل لان هيعضك وهيضرب الزغاليل وممكن يموت الزغاليل. خلاص حطينا له الثلاثة بسلام، وبرضه هنشوفهم بكرة. طيب ده اصبح معانا واحد اكبر شوية، تعال نشوف هنعمل فيه ايه. احنا بنجيب ده من هنا ونودي ده هنا عشان ايه تفتكرش ان هي حاجة سهلة. القص الزاجل ده مع زغلولين، اه ما شاء الله كبرهم، هو مأكلهم كويس، بس هنشوف هو اقرب ولا ننقل حاجة من ده. ممكن اخد حاجة من ولاده لو هو اكبر، لو انا عايز اخد الكبير ده ممكن اوديه في مكان تاني، اسيب لها اخد الكبير اللي من ولادها اوديه في مكان تاني، ده انا شايف ان ده الكبير اهو. يبقى سبت لها الاثنين، ارجع تاني نشوف حاجة تانية نودي فيها الزغلول ده. رجعت تاني للزغلولين دول، ما انا بنقل بقى بشوف المناسب. ايوه والله سبحانك يا رب، مناسب جدا واكبر منهم شوية لكن متقارب، يعني مش هيفرق كتير. حطنا لها الزغلول الثالث، بقى اصبح تحتها ثلاث زغاليل، مفيش مشكلة، وبرضه هنتابع اهو. بسم الله ما شاء الله هترقد عليهم ومش هتاخد بالها. بقول لك التبديل ده لغاية عمر 10 ايام، الحمام ممكن ما يعرفش الزغاليل، لكن بعد ال10 ايام في حمام بيضرب الزغاليل ويموت. اللي وافقس النهارده ده، يبقى انا اشيل الزغلول الكبير ولا اشيل الزغلول الصغير؟ هتشيل الزغلول الصغير. هقول لك ليه، هي الاهالي ما عاطينه لبه، اهوت ما شاء الله فيه لبه بس قليل جدا، لكن مش هينفع مع الزغلول الكبير، يا اما نشيل الكبير يا اما نشيل الصغير. بس انا هشيل الصغير، بس لها سبب الحكايه دي هقول لك، لان الاهالي دي بتاعت اللبه بقالها كده 4 ايام او 5 ايام، فاللبه بتاعهم هيخلص خلاص، ما عادش هيبقى فيه لبه، الزغلول ده هيتظلم مش هياخد لبه. اما ده خد لبه كتير ما شاء الله، اهوت اخد لبه محترم، وكان الاهالي معاد التلبين بتاعها. لكن اخاف اسيب الزغلول الصغير الاهالي تحس ان مفيش تحتها زغاليل وتقوم وتسيب الزغلول الصغير، الاهالي مش هتحس ان في حاجه تحتها لو شلت الكبير ده. فطبعا لازم اسيب الكبير واخد الصغير اعطيه لحد لسه اقرب حاجه فاقسه بيض عندي، اقرب حاجه فاقسه عندي. انت فاكر امبارح الفيديو اللي كان فيه اتفاجئت لقيت هنا 3 زغاليل وشلت الاثنين الكبار وسبت الزغلول الصغير؟ تعال نشوف الزغلول اللي انا كنت سايبه اللي كان هيموت امبارح، الزغلول الصغير اهو يا جماعه. طلعنا الزغلول بتاع اللي كان موجود امبارح، لو انت حضرتك فاكر كان هيموت، بسم الله ما شاء الله اخد اللبه تمام التمام، فده هو رضاني لوحده. هحط معاه الزغلول اللي فقس، دايما نشغل دماغنا في الموضوع ده، ده الزغلول اللي كان مع الزغلول الكبير، هنقوم حاطينه كده ويبقوا مزغلولين وتحط كانه فائز تحتهم باذن الله، هيوكلوه عادي اهوت. بقوا الاثنين بقوا تحت القص ده، نشوف بقيه الزغاليل دول. بسم الله ما شاء الله انا كنت حاططهم 3 في موضوع الحل بتاع امبارح، معقولين جدا معقولين، بسم الله ما شاء الله. انا خدت من دي زغلول وما عادش معاها غير الزغلول لوحده، كان تحتها البيضه اللي فقست اللي هي كان الزغلول الصغير، خدناها اصبح تحتها واحد بس تمام. وانا عندي في مكان تاني في حاطط 3 مع بعض، ايه انا حاطط فيها 3 مع بعض اهو، 3 تقريبا العمر متقارب يعني، او نشوف برضو الحجم فيهم لان هو التاني كبير شويه عن دول، نشوف اكبر واحد في دول ناخده نحطه معاهم، يبقى دول 2 ادا كبير شويه ده سابق شويه ناخده، ونرجع الاثنين دول للاهالي وبياكلوهم كويس، هم ما شاء الله مش مقصرين معاهم يعني الثلاثه، لكن هنخليهم 2 افضل وهكذا يعني اهو. حطينا الزغلول الثاني اصبح تحتها 2 ان شاء الله، وحجمهم مناسب لبعض جدا اهم، كانهم فاقسين تحتها. وده الزغلول اللي قلت لك ان فيه ذكور او في ذكر زياده بيعكسه، انا امبارح لقيت ذكر شلته كان بيجي يضرب الاهالي اللي هي مش عارفه تاكل الزغاليل، قلت منهم الزغلول الكبير اللحم اللي حطيته هنا ده
الزغلول ده اللي انا شلته حطيته مع الزغلول التاني اكلين ما شاء الله، لكن هنا برضو، لكن هنا لسه المشكله. شوف الزغلول عايز ياكل لكن الزغلول ده متعور، شايف؟ يبقى هنا في فعلا ذكر تاني كمان، يعني ما كانش ذكر واحد. ده عيوب التربيه السايبه يا جماعه، ده لو محطوط في سلاكه عمره ما هيحصل فيه المشاكل دي. وكان فات الزغلول ده قد كده مرتين، هو متاخر لان الاهالي مش عارفه تاكله، بتدافع عنه اكتر. الاهالي بتدخل في معارك اكتر عشان تدافع عن ولادها، فهو متعور. فانا هراقب برضو تاني لحد ما اشوف ايه الذكر اللي هو لسه بيهاجم الاهالي ده ويعور الزغلول. القص الزاجل هنشوف بقى تحته الزغاليل اخبارها ايه اللي تحته. انا كان هو تا اصلا من التنقيل ما كنتش فاكر ان كنت حاطط تحته كام. هو ما شاء الله ثلاث زغاليل اكلين، هنتابعهم برضو مش هنسيبهم، ما فيهم واحد اكبر شوية بس مش هنسيبهم، هحاول اخلي الصغير يبقى ناحية بره كده عشان الاهالي تشوفه كده، اخلي الصغير ده اصغر واحد يبقى بره. لو دخلت بالزغاليل بالمنظر ده وايدي لفوق كده هيضربهم، هيضرب ايدي وهيضرب الزغاليل. لازم اخلي بالي اشيل الحمامة اللي راقدة على البيض يا اقلب ايدي كده. اداري الزغاليل وادخل ايدي بالمقلوب كده كده بالشكل ده، اهو ضرب فعلا، دخلت ايدي كده، شوف ايدي دخلت ازاي. ايوه خلينا اصغر واحد هو اللي بره علشان الذكر يشوفه، او النتايه لو راقده في نفس الوقت هيبقى هو اللي بره هو اللي ياخد اللبه اكتر. شوف هنا ما شاء الله هو واحد اكبر من واحد، بس اهم حاجه عندنا ان هم يكونوا مأكلين الاثنين.